زعزع انا ما ابيك، ابي باقي، ابي باقي بالقصيم يا اخي. وقوه كار ما انقصت ولا تكه. طبعا اذا ما زادوا عددا ما نصقع جولدن. السلام عليكم وعدنا لكم من جديد في في 2 انمي 1 بيس، وهالمره معانا اكبر عدد من زمان ما طلع هالدرجه، ثمان اشخاص، درجه الشاشه ما تكفي طلعنا زوم، فخلونا نبدا. ابدأ. السؤال الأول عند حوم من أخونا جوكر كي، أتمنى تقل اسمك عادل، يقول لوفي ينقذ واحد منهم من الموت، سابو أخوه من الطفولة أم زورو صديق عمره ونائبه؟ باس جلو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب أوكي، زورو أهم للقصة من سابو، وسابو عنده دراغون، زورو ما له إلا لوفي اللي ضحى في حياته كثير، ضحى من أجل كبرياء وعشان ينقذ قدام ميهوك، وما تبغى زورو. لا والله إذا لوفي اختار سابو لازم يختار زورو، لازم. أعتقد في حد راح يعترض ولا يستطيع أن يعترض. أنا أحب زورو بسكت يعني بس بس كلام منطقي. ايش في متفق؟ لا متفق تماما، بس غريب الاجابه غريبه. اول سؤال على السؤال غريب. عندك اعتراض ولا خلي عنده اعتراض يضرب فيتو؟ فيتو للاضافه لوفي مو برجال اذا ما انقذ زورو، والله مو برجال، والله انك شنب حياته وقايل خذ راسي عشان هو يصير ملك القراصنه. عيب عليه والله، عيب عليه. كوما كوما قل حقت كوما مدى بكتغيب. ايه حقت كوما، قصدي حقت كوما والله. فتديك وقفت مرجلة ما حد يوقفها. انا منيش دعوة. السؤال اللي بعده يعود الى دحوم بعد الباس. السؤال من اخونا استا ديمون يقول ماذا ستكون مناصب وقدرات طاقم اي شو في ون بيس؟ وشكرا. تفضل دحوم، تفضل دحوم. ها والله ستلها ابو سالم، والله يستاهل. بس شوف انا يعني يفضل انك يعني تذكر ثلاثه، يعني صعب انك تذكر اكثر من ثمانيه. اذكر كلهم ما بتخلص الحلقه. اي ما اذكر اللي حاقد عليهم حط. بسم الله الرحيم. انا صراحه صعب جدا اذكر تيم كامل يا رجل، 12 شخص اذكر، ما هتخلص الحلقة، بتروح الساعة إذا بتكلم أنا عن كل الطاقم. فبكتب ثلاث شخصيات طبعا. أولهم بكتب بنفسي أنا، أول شخص أبو سالم طبعا، هذا اللي بتقعي جولدن. أول شخص أنا بكون مع أسب. الله كذا 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 الله لك الصلاة. أوكي، نرجسي كوميدي. أيوة أدور رجل يضحك أنا، أطير على أشكاليات. حطه بدال بارجس، تكفى حطه بدال بارجس. بخليل بحطه بدال جيسس بارجس. انا الله اكثر قرنك انا. اصبر اصبر، استعجل استعجل استعجل، حبه 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 يا مسلم. انت يا زعزع بحطك بدال ليه ليه لوري. لا لا كان الشوغن، مكان الشوغن انت اسكن، بحطك مكان رتشي. الله يعطيك العافية. إيه مع كايدو، إيه مع كايدو، إيه ينزل عرج أنا اللي أمسك كذا. حلو 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 حلو. السؤال بعده عندي أنا من أخونا جريلت أوف ريفيا. إيه جريلت أوف ريفيا. أيوة، يقول السؤال موجه إلى سكر القصيم زعزع. صائد القراصنة كانت فكرة جميلة لكنها أهملت، عد ثلاث شخصيات من قراصنة يكون دورها مناسب جدا كصائد للقراصنة. أوكي، أولهم زورو، جميل. ثاني والله أنه أبا أقول ميهوك. ثالث أبا أقول
أقول لاو، أشوف لاو يصلح يعني. تفضل يا راشد. أوكي أنا راح أقول باس، بخليل أول واحد ينعجب بالسؤال. أيوة أكيد إنه عنده أشياء حلوة. قاعد يفكر. والله قرنك تركت كوري ما له علاقة تماما بالعلاقة. طيب تقل يدري. والله شوف زورو مناسب. طيب الأول شوف زورو مناسب جدا. ميهوك ليش؟ لأني شفته قاعد يصيد قراصة أي واحد يدخل عاله يصفق فيه. أتفق مع ساسا. الثالث أبرح مع كركوداي صراحة. كركوداي حسي مناسب جدا أنه يصيد قراصة. بيتو يثني جاب ابو سالم. انا عجبني صراحه عجبتني عندهم فعلا ورونا المقدر ان يسوون ذا الشيء. كلهم قادرين اللي قلتوهم، لكن هذول اثبتوا. اول شخص يعني بعد زورو، بعد زورو اوكي بقول لك تيتش، يعني لاجل المصلحه الشخصيه سلم لايس حق الحكومه. نايس. الثالث بقول لك لاو، لاو انه يوم صار تيتش بكاي سلم 100 قلب تقريبا مدري ايش حق الحكومه عشان ياخذ المنصب كذلك. ف اشخاص ما تعوق عليهم، ما يعوق عليهم اي شيء يسوونه كصايدين الغراسنه. فيتو منطقي صراحه. السؤال بعد يعود لي بعد الباس من اخونا احمد حمود او احمد حمود. اوكي زين عشان ما اكون غلط في السؤال زي ذاك المره. السؤال يقول هل تعتقد بان شانكس وغارب ودراغون يعلمون كل شيء عن الون بيس وكل أسرار العمل؟ وإذا كانت إجابة نعم فماذا تفسر اتخاذ كل منهم طريق مختلف كلي عن الآخر وليس العمل معا؟ طيب السؤال أو الإجابة باختصار، أنا أشوف أنهم ما يعرفون عشان كذا ما التقت طرقهم. وشفنا أوريدي أبو دراغون كان يقول حق لوفي سنلتقي بآخر الطريق، وشفنا هدف كل شخصية موجودة. ما كان في أحد هدفه مشابه حق دراغون، عشان كده دراغون هو الوحيد يعتبر خطر على العالم أكثر من القراصنة. فباختصار هذه إجابتي حق فيتو. سلام يا أبو خليل. من وجهة نظر الشخصية في الموضوع هذا أنه كل واحد منهم عنده معرفة، يعني ممكن في اختلافات بسيطة بينها بس كلهم عندهم معرفة بشيء معين او يعني شيء مشترك تقريبا، بس انه كل واحد منهم له منظور خاص ورؤيته الخاصه للموضوع. مثلا انا لما اجي بحلل المباراه ولا حاجه اجي انا اشوف في معطيات قدام، ياسر عنده معطيات قدامه وهذا كل نفس المعطيات، بس كل واحد منا ينظر لها منظور مختلف اخر. انا اشوف اني بمشي بالطريق عشان اقدر احقق هذا الشيء، وهذا كان مش بالضبط الطريق وانا شفت الطريق. ففي عندهم تقريبا نفس المعلومات بس مشكلها 100% يعني طراطيش حاجه زي ما يقول ماخذينها من شيء من التاريخ حاجه زي كذا. هذا اللي انا اشوفه. فيتو طبعا انا اعتقد بانه اختيارهم للطريق مو بناء على معرفه. شانكس قرصان من قبل يصير روجر ملك القراصنه، وقارب في البحريه وكان يحارب روجر في وقتها. دراغون مجهول بالنسبة لنا، وعلى فكرة ممكن كل واحد يكون عنده معرفة بس ما شفت ولا واحد منهم غير طريقته. بس أعتقد مستقبلا لو تصير المعرفة عند الكل، كل واحد راح يتخذ اتجاه واحد اللي هو اتجاه اللي خلينا نسميه اتجاه الحق أو اتجاه فتى النبوءة. هذا اللي انا اعتقده باختصار. فيتو سؤال سبب مشاكل ايا كان المعرفه اللي بيحصلونها، ما احد منهم راح يغير طريقته. كل واحد مؤمن في مبدا معين مستحيل يغير. حتى قارب لو عارف ان حكومه العالم غلط 100% ما راح يغير. انا راح اوصل للطريق اللي ابيها بالطريقه اللي اخترتها انا، وليس لان شفت شيء راح اغير هذا الشيء. انا اشوف اني المفروض احقق العداله عن طريق البحرية مو بطريق القرصنة وزي كذا. نفس الشيء الدراغون أخذ أن أنا لازم أغير من برا، الحكومة العالم دي فاسدة ما ينفي أمل أغير فيها شيء أيا كان. شانكس أنا عندي على عاتقي رسالة لازم أوصلها، فبستمر بهذا الشيء لما النهاية. والله فيتو الهم لا راح يغيرون، راح يغيرون بس كل واحد يغير من مركزه مو يغير مركزه. يعني لما يجيك واحد في البحرية ويصف بصف لوفي
هذا شيء سواه سموكر، سواه فوجيتورا، وسواه كوبي حتى لو بنحسب كوبي، لكنهم ظلوا في البحرية، هذا طريقتهم وهذا اللي يؤمنون فيه. وكيف يتخذون اتجاه لوفي؟ والله سموكر ترك لوفي في أرابيسا، فوجيتورا ترك لوفي في دوريس روزا، ونفس الكلام على كوبي لو بيكون الموضوع بيده. وبالعكس كوبي حتى واجه أكاينو لإيقاف الحرب لما تغيرت قناعاته، وبدأ يشوف الحرب من صورة أوسع. فهم عندك شيء يا أبو خليل، اسقع فيتو، لا تتعبني معاك، لا تتعبني. لكن بالذات غارب يعني معدلة إلا حبة في حرب المارين فورد، لو سينجوكو ما وقفه وتقول لي ذحين ما راح يغير، لا راح يغير ويغير ويغير ويغير. ولو هو مقايل سينجوكو مساكني قبل لا أتحرك، مساكني قبل لا أقوم، فإذا تعلق الأمر بلوفي صدقني بيقوم وبيتحرك وبيسوي وبتشوف، واسقع فيتو وإذا مو عاجبك وعد اللمبات. نعم، بس حكاية المعرفة يعني نعم أتفق مع أبو خليل، ممكن يعرف شيء كثير. السؤال اللي بعده عند أخونا تركي، من أخونا جانتر أودم، أتمنى تكت اسمك صح، يقول جانتر أودم والله مرة ثانية. السؤال موجه إلى تركي. الله، أذكر ثلاث شخصيات أو ثلاث أشخاص بطاقم قبعة القش اللي تعتبر الأذكى، ومع ذكر سبب اختياره في القائمة. جميل. الأذكى أذكى ثلاث شخصيات في الطاقم وسبب اختيارك لهم. يلا السبب الأول أو بدون ترتيب، تمام. عندك روبن تقرأ كتب بشكل مو طبيعي، حياته كلها بالكتب، فهي خبرة مو طبيعية بالذكاء والمعلومات، عندها مساحة معلومات كبيرة. الشخصية الثانية خلنا نمشي على الطاقم، تبا لهم جميعهم أخبير سانجي. أوكي سانجي بسبب أنه دائما ينقذ الطاقم، عنده تخطيط، اللي عارف أنه يفكهم من مصائب كبيرة، فسانجي الثاني. الثالث ودي أغير شويتين، بروح لفرانكي، فرانكي بسبب الأدوات اللي يصنعها. بس ياسر الله فيك يا الخبيث، ما تبي عطيتك يا رب جنب غش يا سلام. طيب تعيد السؤال يعني. جيمبي حلو، سانجي حلو، وروبن حلو، صحيح. اي واحد شاف اسب سوكينج تقول لي افا كمان قال. تخيل يجي واحد يسقع عشان اسب بيته، عشان اسب ما حد في شرف. اي واحد استفز يا قدر، انتم يا متنمرين، اول واحد تحطونه في الليسته هذه تكون نامي. نامي هي اللي قاعد السفينه على ساقه وقدم وصبع واذن بعد. يا سلام. نامي الأولى، نامي ماديا مؤونيا، يعني الأكل مؤونه، هذا تجاهيا ذكي الأول، يعني من ناحية الذكية خلنا نقول. ثانيا يا أعزائي المتنمرين، هو يكون أوسب، والدليل أقوى دليل بعطيك إياه. طيب إنه عنده ثيم سونغ خاص فيه، شوف الكاتب يقعد يعطيك ثيم سونغ خاص في أوسب. والدليل الثاني في درس روزا، الدليل هذا اللي مديك جاتك تحاول تاكل عنب. طيب معكم التغنيه، خد تغنيه تولي لا ما علق شغال 100% متاكد. انا قال هذا الحين لو لمست كمل قال هذا لو لمست الحين لو مع يسمونه مع لوفي المعركه انتهت بالطريقه اللي اتخذها الى اخره، ادت المهمه على اكمل وجه وحرر السجناء وسوى وزاد اساسا قيمه الاعداد المهاجمه اللي يسمونه انت. يا سلام عليك، بصيره يا سلام يا سلام. الشخصيه الثالثه بتكون طبعا معاكم في روبن، انها كان شوف روبن فوقنا في عندها ذكاء لكنها مثقفه وعندها علم فقط الاكثر، لكن من ناحيه الذكاء خلينا نقول الاستراتيجيه اللي يعرف يدرس الامور هو جنبي يعني من اول من كان في السجن، من سجن قال حق لوفي حررني وانا بعينك، انا بساعدك، انا ما ادري ايش. فحتى في المعركه انقاذه للوفي، شفنا في ارض ورضواني ما سوى شيء يذكر، لكن
جنبي عنده الخبرة، عنده خلينا نقول شخصية مخضرمة، فهو شخصية ثالثة. السؤال بعده من أخونا محمد إلى تروك بعد الباص يقول، السؤال موجه إلى إبراهيم، خلال إعدام جولدي روجر شفنا أن أحد القراصنة سأل عن مكان وجود كنزه، أو افترضنا أن ما في أحد سأله، هل راح يتكتم بالموضوع وما يصرح أنه موجود، وكيف بيكون مجريات القصة؟ طبيعي بيصرح، لازم يعني هو ما سلم روحه إلا لهذا السبب، حتى لو ما حد سأل. بس هو يعني قال أود يعني بدأ أنا خلي هو يتكلم من نفسه، أقول خلوه يسأل فقط الأسئلة. أما لازم هو ما سلم روحه إلا لهذا السبب، وكلمته حق ريلي كانت واضحة الحين، أنا لا نموت يا آيبو يعني يا صديقي، فإنه رايح عشان يوصل الرسالة هذه قبل أن يتم إعدامه، فالرسالة توصل ما يتغير شيء، بس إنه واحد ملقوف رجل يقول خلاص أنا أقولها من نفسي، جماعة واحد بيسأل حيوانات دائرة. أتفق مع كلام أبو خليل، لكن في على ما أذكر إنه بالمانجا أصلاً ما كان في أحد يسأل، ما في أحد جاء سأل عن الون بيس وهذا إنه هل الكنز موجود ولا لا، فكل الحالات كان روجر بيقولها ما يحتاج. فيتو أنا بقول فيتو كان أتفق مع الشباب كلهم، لكن السؤال سواء بالمانجا أو بالأنمي ما يفرق، لأنه أنت لا تقدر تقنع إنه روجر أوه قال إنه في هذا المكان، إنه أوه يلا خلاص أسرع عشان قبل ما يعدمونا، يقدر يتفل عليهم ويقول الكلام كله ويقول وين ون بيس ويقول كل الأسرار، ولكن هذه فكر من الكاتب وطريقة حلوة إنه بيبين لك بس إنه تشويقية بس، ونفس ما صار مع اللحية البيضاء فقط. يب كان يقدر هو بيقوله بدون سؤال أو مع سؤال. فيتو يا جماعة الخير، الرجال وصل لآخر جزيرة وعرف سر، وقال بواحد بيجي 20 سنة بيتجاوزنا، إني أنا مريض وراح أسلم نفسي الحكومة وأنا أعلن، لا شيء حبيبي الفاجر أنا مسلم نفسي، كان أموت جزيرة ما حد يدري عني ولا ربي ولدي أقلها ولا شوي دبرة أقلها، بالعكس حتى لو ما حد سأل هو بيقولها. واتفق مع كلام زعزع يقول يعني ما منتظر يعني أحد يجي بحر أو يقول لي تعال وين كنزك فيه مدري إيش، هو أساس الرايح بيعلن بيقول أنا يا جماعة الخير يا المستمعين الموضوع 1 2 3 4 لأنه عارف بيصير، وما يبقى الشرارة تطفي لأنه عارف السر اللي بيوصل له، فتى النبوءة بيقلب العالم رأسا على عقب. وشكرا. الله يا ابن عمي. السؤال بعده عن جلو من أخونا آر تايم يقول، اختار 3 من الشباب اللي حولك واستبدلهم 3 من عالم ون بيس. أبدل أبو خليل. شخصية. شنو؟ بعدين من تبدله؟ أبدل أبو خليل. تمام. أيوة. من بتجيب؟ من عالم ون بيس ولا من عالم الأنمي؟ ون بيس. لا ون بيس. أجيب وهانكوك. جميل الله يكسر قرني والله اقنعني عز الله صراحة الحلقات نحبك احنا ابو خليل وذا بس الجديد الدنيا قاسية لا عاد المشكلة تركي يقول والله اقنعني يعني ابدل ابو يماني ايوه لحالك يا جلو يقول لك خلاص ابدل دحوم اي كفو ابدل دحوم واجيب روبين أجيب روبي جميل أبوي شو السالفة جميل شو تعطيها العلم ولا أنت عالم هو عالمة وكذا يعني عادي مين أي علماء كذا نتكلم مع بعض نعم علماء والله ملك والله ملك تعلمون تعلم معنا طيب لا لا أنت ما أنت عالم كويس وأجيب عالم يرتقي لمستواي ولو بغيت أتمرن أبغى أتمرن مع واحدة عندها هاكي ملكي ما أبغى أتمرن أكيد أكيد ايوه اقدر ابدل ابو مري يجينا واجد لا من اللي عندك خلاص ابدل معليش ابو نعامي والله معليش ابغى اجيب لازم منه هنا الحلقه لازم من الحلقه من اللي حولك ايوه ايوه ابو سالم يا رجال حلو راشد مين بتجيب ابغى اجيب شو اسمه مين في ريبيكا لا 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 لا, لا, لا ابغى محترم خذ ايفانكوف ترى بيعجبك لا يا خاسي هذا خليه عندك انا بوديك لي فانكوف بجيب مكانك ابغى اجيب هذه تاشيكي خويه سموكه
جميل. اي بتعلم على السياره انا. كله زعزع على ما بيك ابي باقي. ابي باقي بالقصيم يا اخي. كل ما طفاش اشرح لنا مع بعض. العلم ولا شيء يا عيال. بعدين انا ابيكم طيب انا بصير معكم طيب. خلنا يا اخي مستانس. يلا وصلت والله باقي مسؤولي من جازل. لا يا عيال ما يحتاج يقول بيته هو يضغط خشم وقضي. أريد هذا يا خشم. أحلى إضافة قسم الله. طيب إيه هو الثاني؟ الثاني يشف. أسلف تشقي. لا أنا صراحة أبي ربن يا عيال. خلاص خذ رجل منه. لا مو بدحوم مو بسالم ما اخي بسالم السالم اثنين خل واحد بسالم لا ناخذكم كلكم اي صح احنا احنا ايش حلين شخصنا مع عيال سالم يا شباب اشوف انا اشوف شوف يا عيال راشد شوف بجيب دالك فرانكي عشان نضبط الاستديو زياده والمصلحه العامه نعم والبيبسي موجود الله يكسر يدك وانت على السؤال البق بضيع جولدن سب جوابه يلا يلا هو بمقنع انا سجل سجل ترى على طول انا جولدن بيتر رجال يا جماعه اللمبات عد اللمبات الجولدن النايم يلا راح مسالم جولدن هدوء هدوء حاكمكم لقد اخبركم بزر ذهبي اول شيء انت يا اخ تركي الشيك واجيب شجره من عند البيج مام واحطها عندي هنا في هذا اول شيء هذا شخص قلت له شخص ما في هذا اول شيء جرى كذا يعني بس منظر يعني لا فائده ولا لا شوف شوف ايش جرى تسوي كذا وتضحك حقت البقمان لا اسطرها تقول لي ماما ماما شجره شجره طيب بشيل بشيل ماجد واجب عندي شانكس من لا لا من اللي هنا يا من وحيد ما عاد الحاس يعني انت انت تقابل شانكس وتحرم ماجد من شانكس خلاص 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 اشيلك انت اشيلك انت مين انت جلو اي جلو انت واضح انك كرسي بزياده صار معلم كرسي لا لا ما حط كرسي انت تذكرون الارك يسمونه انت يا تشبر ايه الدب لا لا مو اللي... الأرنب العجوز ذيك الطبيبة إيه دكتورينا 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 الذيب اللي وياها الثاني عين عين لكن اللي كنا ثواب دب قران ريش مش من اللي تفعل هذا إيه. نفسه تشبر لا لا الحارس الحارس حول دب كله ساكت ويتكلم وقت الحادث فقط اكثر يعني زال خير ويدافع ويتمرن يعني قصدك يعني جولدن فيلسوف جولدن فيلسوف جولدن فيلسوف ما يصير اتكلم بدون فيلسوف كمان انا داق جولدن عشان ما ابرر حقك انتهى الموضوع ما هي مشكله اروح عند روبين وتشقي انا جولدن فيتو اخيرا وليس اخرا اخيرا وليس اخرا اشيل عبد الرحمن واحط اوسب عشان يسلككم كلكم انت يا شجره وانت يا الثور ذا القرده وانا حصل خير حصل خير عند اللمبات احس يا حكي ما عندي مشكله قدم فيتو ايش قدم فيتو قدم الشخص هذا اللي بعده ما سلم اللي جاوب ما سلم لا انا ولا تركي رجال رجال يا شجره ويا اخ ايش يسمونك دور السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده عند اخونا ابو سالم من XEBAC جارب ما ظهرت قوته الى الان متى تتوقع الكاتب يظهر قوته لان اللي نعرفه ايوه سوي بس يلا عافية طيب اعيد السؤال من جديد الحين ما في ستيل يقول جارب ما ظهرت قوته الى الان متى تتوقع الكاتب يظهر قوته ان اللي نعرفه عنه هنا بقوة روجا والوايت بيرد فقط. بس حق أفضل واحد يمكن جاب السؤال 100% جلو تفضل. طب أوكي راح تظهر قوته في فلاش باك لأنه حالياً جارب ما هو بكامل قوة اللي كان عليه هو شباب ولكن ممكن يوقف لك خصم يسوي إنجاز مع. فيتو ايش اللي مو بقوته الان سينجوكو وقفوا قدام
شو اسمه كاينو، والله لو ماشي يشق كاينو شق. وش اللي بقوته فور الوحيد اللي وقف ماركو؟ شيئين، الكاروسكي وقبضة قارب. قبضة قارب يوم اضربه قارب بس وقف الفاكهة تماما تماما، كأنه اضربه بكاروسكي. شي تقول لي ذا تبي تظهر قوته مستقبلا، مو بفلاش باك، تبي تظهر قوته مستقبلا قارب ذا كمان. ماش يا جل ماش، خير ظني. طيب مطرود لا لا مطرود، ما راح اغير ظنك، ما راح اغير ظنك. بيتو بيتو يا اخوي، ترك ماخذ مقلب في ماركو، ترى ماركو ما هو كايدو. وش يعني اي تبن زي كينج ولا هذا يعطيه بوكس؟ اي واحد يقدر يوقف ماركو بوكس؟ قارب قوي جدا، لكن اتكلم عن قوته الحقيقيه. قوته الحقيقيه ممكن تظهر في فلاش باك مع الروكس مع روجر، ذيك اقوى قوه لقارب. لقارب قارب الان لانه قارب بيجي جولدن السابقه. ايه قاعدين نقول تعال تكفي تعال لايك. والله انا قلت جولدن يا ابوي. ما سمعناه، ما سمعنا، سمعنا زعزع. انا سمعت يا عيال وسمعته قبل زعزع. خلاص راح عليك. انا دائما اكيد تسمع قبل. لا تعال اجي غير تعال يلا. والله ابو خليل انا ما سمعتك، بس يلا حاجه رقم 3. انا سمعت ابو خليل انت قبله، ترى تطلع قبله. خلاص عند عند احنا بنسمع حط حاجه. يلا يلا زعزع. جولدن بيتو تعال ايش قال؟ قال قوة قارب ليست نفس السابق. يا حبيبي روجر مريض ومتهالك وكل شيء، وتواجه مع اللحية وكل الأشياء ذول، واللحية بعز قوته وكل الأشياء ذي. وشفنا سوى روجر، روجر اللي قاعد يقول انه قارب كدنا نقتل بعض اكثر مرة او عديد من المرات، كله بنفس قوته. ماركو اللي وقفه قارب ما قدر لا يوقفه لا كاينو ولا اوكيجي ولا كيزارو. وتقول لي من هو ماركو؟ أنا ماركو يا حبيبي. وقفوا قارب الوحيد اللي وقفوا قارب، وانبسطوا الإدمرالات، انبسطوا يوم امسكوا بالكيروسكي ولا ما قدروا يوقفونه، كان يطير هائم بالمايرين فورد. تقولي وشو قوة قارب؟ ستظهر مستقبلا، وقوة قارب ما انقصت ولا تكه فقط. وكذا يا جماعة الخير خلصنا سلسلة الدعمين باتري، وشكرا لكم على دعمكم. إذا ما طلع سؤالك في هذه الحلقة ارجع عد سؤالك مع الدعم على الإيميل عشان نطلع الحلقات القادمة. شكرا لكم على الدعم، ولا نروح لأسئلة اليوتيوب. تفضل يا راشد. السؤال عند بسالم بعد الباس من أخونا القاطر في جبل العنقاء. السؤال يقول عمري العقاء، لو لم يرفض قارب ترقية الحكومة له وأصبح أدميرال، فمن من بين أدميرال قبل السنتين يوم كيزارو أكاينو أو كيجي سيفقد منصبه لصالح قارب، وهل سيصبح قارب؟ ايوه وهل هسيف اللي بياخذ اللي اخذ السين اللي بياخذ قارب اللي بياخذ مكانه للاسف بقول فيجيتورا. كفو اقول قبل سنتين الله يعطيك الصبر. جاوب خطا، جاوب خطا، جاوب الاجابه خطا. ما كمل السؤال، لا تدحون قبل السؤال. عيد السؤال. طيب اعيد السؤال الحين، ما في ستيل. السؤال يقول لو لم يرفض قارب ترقية الحكومة له وأصبح أدميرال، فما من بين الأدميرات قبل السنتين كيزارو أكاينو أو كيجي سيفقد منصبه لصالح قارب، وهل سيصبح قارب أدميرال أسطول بدل عن سينجوكو أم لا؟ نعم نعم سيصبح، إذا قبل بهذا المنصب سيصبح. نعم هذا لا شك فيه، وعلى حسب السؤال إذا بغى المنصب يصير، بصير أدميرال، بصير يعني أنت يا قائد البحرية كاملة يعني، فهمت؟ قائد أسطول، قائد أسطول، قائد أسطول، قائد أسطول، بصير. الله الله. طيب. واللي بيأخذ مكانه على حسب السؤال، صح أو مو صح؟ كما قال السؤال. بيكون أكيد أكيد أكاين بالراحة، ولا يعلى عليه. يعني. إيه. قاعد يأخذ مكان أكاينه. إذا كاينه بيصير. فيت حوم. صيد حق الصيد برد يبيع والله ستيل. لا وبرضه على قارب، شوف لو ما رفض قارب، طبعا هو رفض اعلى منصب كان بيجي مكان سينجل، هذا ترقية العضو. لو ما رفض راح يكون فعلا قائد اسطول البحرية بشكل كامل، وراح يشكل البحرية على كيفه، وراح يلعب بالادميرالات ويحط ادميرالات على كيفه بالطريقة اللي يبيها،
التشكيل اللي يبيه لأنه قائد الأسطول، شاء من شاء وأبى من أبى. شفنا أن بعض الأدميرالات يخافون من القرسي، بعض الأدميرالات يهابون القرسي، قر ما يخاف من أحد، فلذلك بيغير وبيسوي وبيعدل وأعلى ما في خيرهم يركبون. لذلك بيتو ابتعد عن الشر. حبيتو رتويت لك يا الدحمي وعمي كارم يا أبو سالم. خسرة خشخصنة. لأنه انقهر إنه ما قدر سوى لك سير. يا أخي النوايا نية مطية، أقول لك يعني اثنين مسرقوا مني ولا فلحوا في السرقة وانصادوا وانكشفوا وعلى أساس إن كاينو ما يخاف من الجزروسي، يعني أساس إن كاينو مالك معك بيتو، مالك بيتو هدوم خلاص خلاص. أنا يمديني أنتقم وأصنع قول دي بيتو حتى استخبى الحلقة الجاية أنت. بس لا أخلاقي ما تسمح لي أسويها. تركي ودحوم ما قلتوا من بيأخذ من إيه يا جماعة من بيأخذ؟ لا اوكي طيب الحين عندي الحين تفضل. اي المباراه يضحك. طيب انا قلت تويت للدحمي على كل طب تويت من هو اللي بيخلف مكان؟ كمل كمل اللي بياخذ المكان. انا اشوف اجل بيكون كيزارو لانه هو الغامض مو باكاينو، ولكن لو يبي ياخذ الاسطول يقدر، بس ما راح ياخذه لانه سينجكو هو افضل بسبب الاستراتيجيه، هو ما يقدر يعني هو قرب ما ياخذ. يقدر ياخذه يقدر ياخذه بس ما راح يعطيه لانه الاستراتيجيه عند سينجكو افضل. لو يبي ياخذه بياخذ محل كيزارو الاكاديميرال يا جماعه الخير. كيزارو بيخلي اوكي اوكي في في بيتو لا ياسر انا فاهم اخيرا انا فاهم سؤالك زين. اي تكفى انك تقول ان قرب ما راح يصير قائد اسطول الا بيصير. اوكي انت قاعد يصير لان سينجكو مخطط خلاص سريع. اوكي ايه اوكي وبرضه بياخذ مكان كيزارو. ايه هذا هذه جابت كذا. ايه هذه اجابه لو شقينا السؤال. شقينا السؤال شقينا السؤال اي عارف عارف اختار ايه شقينا السؤال ايه. طيب لا هو بيكون قائد اسطول تمام، حتى لو سينجوكو كان موجود كان بغض النظر عن هذا، ولو في شخص بيطلع تمام من الموجودين راح يكون بيطلع كاين. هو قائد اسطول بيطلع كاين لانه يتعارض مع معاه 100% تمام. كيزارو ساكت يمشي مع اي شخص تمام، واو كوجي كويت فبيطلع ايش اسمه كان متدلع كان جواب بس جواب سبحان الله. في احد عنده اعتراض شيء لا سمح الله؟ عزيز لك ترى يا ابو سالم والله تعطيني اعتراض سلف. عندك جولد ما حد يقدر يعترض بعدك. جولدن فيتو اوه تكفى تكفى جلو. اي يا جماعه والله انتوا يعني طولتوا في السؤال. يعني قارب ما رفض الترقيه بيصير ادميرال حلو، في اربعه ادميرالات واحد قائد عليهم اللي هو الادميرال الصول، مين بيطلع منهم؟ تمام بيني وبينكم اللي بيطلع منهم هو سينجوكو نفسه. تخطيط تقدر تخطط برا السالفه، لكن اكاينو اوكيجي كيزارو هذول يفتوب وقارب اقوى منهم، على الرغم من انه سينجوكو قوه لا يستهان فيها، يعني ما اقول لك بمستواهم طبعا اذا ما زادوا عددا. انا فاقع قول جولدن حتى ما خلاني اجاوب. المهم هذا في حاله انهم ما زودوا عدد الادميرالات من 3 إلى 4، يعني قارب بيصير ادميرال جيبوا رابع ما ينزلون احد. انت جولدن. السؤال يروح حق زعزع من اخونا كرار حسين، يقول لك لو ميهوك بقوته الحاليه تقاتل ضد كايدو قبل 20 سنه بس ابو سالم بس ابو سالم ايوه ايوه نظره الحقيقه تعال السؤال يقول لو ميهوك بقوته الحاليه تقاتل ضد كايدو قبل 20 سنه معاه الأغماد 9 و1000 جندي ضد كايدو، هل كان راح ينتصر ويقتل كايدو أم لا؟ قبل ولا بعد؟ قص كايدو قص سبحان الله. الله تعال جولدن جولدن تعال تعال جولدن ولا كلمة عاد أبو سالم تعال تعال بعد ترى تلعب مقار بعد خسرة بالشمال ليلة. اسمع ترى جولدن ترى جولدن بسالم عم كودن عم كودن اسمع
الله عليك اربطها تحس انه رايح بدون بيت اي غبش عليه غبش عليه جود غبش عليه اي طيب بالنسبه لي انا ميهوك لو بقوته الحاليه نعم راح يجرد كايد وراح يقطع ما عندي مشكله بس قبل 20 سنه لا والله يخسى يخسى مو الاغماد جيب ضعف الاغماد لا والله انا راح يردهم يشقهم شق قبل 20 سنه كان رضيع ميهوك مو استنقاصا بميهوك لا قبل 20 سنه كان لا شيء لكن قبل 20 سنه انا ليش ضربت فيتو لان قاعد يقولوا واحد في واحد قال قبل وبعد لا يا ابوي وقف هذا البلاء وقف ايش اللي قبل وبعد هذا كايد وملك الوحوش فيك انت تعم ميهوك ما طلع الا قبل 13 سنه وقبل سنتين كان مزعجنا مع شانكس ما بعرف ينتصر عليه يوم قطعت يد شانكس ما بعرف يتقاتل معه خاف من شيء حبيب العنود فيتو للإضافة جولدن 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 ولو جولدن والله انتوا انتوا ابو والرومي فيكم شغلة اسم الله انا عشان ما نطول عشان ما نطول عشان ما نطول نعم ميهوك بقوته الحالية بدون الأغماد وبدون ألف رجل يستطيع هزيمة كايدو قبل 20 سنة ما عنده مشكلة لكن لما تقولي وهو صغير لا 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 كلمة حق لا يستطيع لا يستطيع ما وصل للبيك ما وصل لأعلى قوته ما وصل لأعلى قوة هذا كلمة الحق السؤال يعود إلى زعزع بعد الباص يقول ريلي ذا دارك نايت صاحب السؤال يقول لك لو افترضنا أن تيج حاليا متقن فاكهة الزلازل وافترضنا تقاتل مع كايدو قتال رجل لرجل اللي راح يفوز هو كايدو بزلازل تبن ذا لو ياخذ اربع فواكه تيتش اللي بيفوز هو كايدو لانه اقوى رجل وموجود حاليا شفت انه شفت انه فاز تيتش خاينين يا عيال بس ترى في تكمل هو في جزء في السؤال خلي تكمل للسؤال كمل مين ضرب بيتو ياسر طيب تكملة السؤال تقول فمن سينتصر وما هي نتائج هذا القتال في أحداث القصة برأيك؟ طيب أنا أقول لك راح تغير القصة خلاص قلت إجابة خلاص قلت خلاص ما تنحرق على إجابتي بعد يختي وجدها يلا يلا طيب شوف ما حد يختلف إن كايدو أقوى شخص حاليا هلو ولكن يقول لك إن تيتش أتقن فاكهة الزلازل عنده فاكهة الظلام شخص يعني مخطط يفكر أكثر من 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 يعني من كايدو تمام فأكيد بيقدر يهزم كايدو القوة أوكي القوة شيء تمام ولكن تقدر تهزمه بأكثر من طريقة تمام شفنا الوايت بيت كيف انهزم شفنا أصلا تيتش شلون يقاتل تمام ما راح يقاتل كرجل لرجل 100% هو راح يهزم كايدو تمام هذا شيء الله أكبر. بالنسبة للجزء الثاني للقتال إيش راح يكون تأثيره على الأحداث ما إذا بنأخذها مثلا لنفترض أنه مثلا تقاتل في أركوانو مع كايدو تمام فأنت سقطت يونكو أخذت أراضي أخذت وانو كل هذه كل يعني مصنع أسلحة كامل زي وانو راح يكون شيء عظيم لتيتش فيعزز مكان تيتش وممكن وقتها أقدر أقول تيتش هو أقوى رجل في العالم جولدن بيتو الله الله انا قلت اني احبه السؤال كان يقول واحد ضد واحد اي شكرا وتيتش عنده فاكهه الزلازل وفاكهه الظلام إيه. خلي يدخل الزلازل انا اشوف لو تيتش عنده الامكانيه والقدره انه يهزم كايدو كان ما قاعد يستنى في عرضه كان راح يهزم كايدو قابله وجده لكن ما عنده الامكانيه هذا وجهه نظره الشخصيه ان تيتش الى الان ما عنده القوه الكافيه وحاليا تحرك الثالث اللي تكلموا عنه في الانمي انه قالنا راح حق مكان معين عشان يزيد من قوته عشان يقدر ياخذ الون بيس شفنا تيتش من قبل ما تحرك يقاتل وايت بيرد الا انه ينضمن 100% انه يقدر ينتصر على الوايت بيرد ومع ذلك خلى اخوياه يفزعون حتى ما قدر ينتصر عليهم ضد واحد ضد واحد فانا وجهه نظري الشخصيه ما اشوف ان الفاكهتين قادره على هزيمة كايدو لو كان عنده الإمكانية كان تيتش ما استنى لوفي يتحرك يروح يهزمه كان بنفسه راح وخذ حتى فاكهة كايدو فأنا أشوف أن كايدو هو المنتصر في هذه المعركة
على تيتش الذي سيتأثر في القصة بخليه بعد المعركة. والله لو شو اسمه بيطيح تيتش يعني خسارة كبيرة صراحة، احنا كنا بيلو في صفقة ف يكون له تأثير مو كويس. لازم لوفي معليش معليش فيتو معليش مارف جولد تطنز عليه تطنز على صوت مدلع اصبر اصبر انت شفيكو على اعتراض حبه انت شفيك ثواني ايش اعتراضك؟ قال جولد جولد على اعتراضك اعتراضكم على اعتراض قال جولد انت جنب قال ايش ايش انت انا ابغى اعرف انا ابغى اعرف انا ابغى اعرف لو كان كل زعزع والمخليه من السنين سبحان الله ثواني بس هي 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 حركه بس مظب. السؤال يروح عند اخونا ابو خليل من التيميت دراجون يقول سرعة كايدو جنونية لدرجة أن لوفي برؤية المستقبل لم يستطع تفادي ضربة كايدو كاملة. برأيك هل كايدو أسرع من إنل؟ وإذا كان كذلك ما ترتيبه بين أسرع شخصيات وان بيس؟ أسرع عن مين؟ طيب ستيل رجال عشان تعرف أن أحبك. أي والله حبيبي هذه للكل. كايدو نعم أسرع من إينيل وإن كانت طبيعة البرق طبعا أسرع من أي شيء، ولكن نتكلم عن سرعة الضرب سرعة التفادي الفنون القتالية. كايدو كيف متمرس كم سرعته من بين الجميع يعد سريع، ولكن ما هو بسرعة أشخاص مثل خلينا نقول كيزارو. كيزارو راح يكون أسرع. السيافين زي ميهوك، ميهوك راح يكون أسرع من كايدو. اللحية البيضاء والرجل راح يكونون أسرع. جولدن فيتو. طيب لا مستحيل يصير أسرع من إنل، مستحيل يصير أسرع من عناصر الطبيعة زي منطق. يعني برق زي مثلاً كيزارو. ليه أنت قاعد تقول لي كيزارو إن مو أسرع من كايدو مثلاً على سبيل المثال؟ لو افترضنا إن كايدو مثلاً عنده هاكي تنبؤ المستقبل تمام، فلا صعب تمام. يعني في كيزارو لديه عنصر طبيعة أنت تقول عليه أسرع، برضو ترى أنا عنده أحد عناصر الطبيعة وهو البرق وهو بالتأكيد أسرع من كايدو مثل كيزارو يعني سريعين فصعب صعب صعب إنه يكون يعني كايدو يعني أسرع من إنل. أوكي أكيد يعني هو في النهاية ينكو بيكون قوي بيكون عنده أكيد قدرات زي كده، بس كمان قايد الحقيقة إني تأثرت بالحق حقك. الله 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 اطلع والله منطقي منطقي ما نقدر اقول شيء من عمره من يومه منطقي منطقي طبعا ما نقدر اقول شيء ولا اسرع من إنل. اي والله شفت شلون يا عمي يا عمي الاجابه تقول بالضرب لا تغير الاجابه يا جماعه جولدن خلاص يا جماعه خلاص. السؤال عند ياسر من اخونا جوكر اندرسكور 59 يقول لك لو كان كوما ما ارسل طاقم لوفي هل راح يكون فيه هل راح يكون فيه تايم سكيب وهل راح يتغيرون المدربين؟ تايم سكيب اكيد راح يصير تغيير مدربين اكيد لانه اوريدي ما راحوا للجزر اللي ارسلهم من كوما، فطبيعي بيصير فيه تغيير بالمدربين. بما انك ما قلت لي مين بيكونوا مدربيهم انا ما راح من بيكون مدرب او مين بيكون هنا، لكن بيصير تايم سكيب بيصير فيه مدربين طبيعي. بيتو طيب انا اختلافي شيء بسيط جدا. القصه راح تستكمل عادي طبيعي لو ما كان كوما نقلهم، ممكن كيزارو ينقذهم او عفوا ريلي ينقذهم. فبالنسبه لي اللي راح ممكن يكون مدرب لوفي ستيل راح يكون ريلي هو الانسب، وراح يصر على تدريب لوفي لأنه هو شايف ان لوفي وقتها ما هو بالشخصيه القويه جدا، ولوفي في نفسه اكيد انه راح يعرف في النهاية أن العالم جديد في مستوى آخر، فلذلك أحتاج أني أطور من نفسي. فلذلك إذا كان في مدربين أنا بالنسبة لي أول واحد راح يكون مناسب للوفي هو ريلي. تايم سكيب أعتقد راح يكون لازم في تايم سكيب لأن التدريب يحتاج وقت، ومناسب جدا يكون في تايم سكيب. هذا اختلافي. فيتو أنا أشوف أن فكرة التدريب صارت عقب ما أرسله للجزر وبعدها راح الحرب لوفي عشان خسر أصدقاء في أرخبي شابوندي وخسر أخوه هنا راح ودربه ريلي، لكن حاليا في أرخبي شابوندي ما راح يكون في مسببات قوية مثل ما صارت قبل لما ما أرسل أخويا كان بيموتون وكان في حرب أخوه مات فيها.
ففي بعض الظروف تتغير، راح يكون في تدريب لكن في بعض الظروف راح تتغير، لان حتى وان كان لوفي بيدربه ريلي الباقي مين بيدربهم؟ صعب انك تختار مدربين عشوائيا، خصوصا ان في ذيك اللحظه البحريه او كارسين ادميرال يمسكهم، فاختيار مدربين في ذيك اللحظه صعب. بس راح يكون في مدربين، راح يكون في تايم سكيب، بس ممكن الاسماء ما تكون بقوه لما ارسلهم لكم. اي تو نايس سلام ابراهيم. لو دخل كوما كان قصه ون بيس انتهت. شكرا الله. شكرا الله. هذا شفنا قاعد يقاتل كيزارو ومو قادر ينتصر عليه، وقاعد يجاريه نعم بس مو قادر ينتصر عليه، فعندك انت اكثر من باشيفيستا موجود، وذاك كان طاقم لوفي منتهي، فكانت القصه راح تنتهي، لا في تايم سكيب ولا تدريب ولا بطيخ. اوكي شكرا. هو الله جاء الله. ومقالهم ففرضيا ان القدره قادر دخل واحد ثاني لان لوفي فتى المقدر وانقذهم ممكن يطلعون، اما كيزارو ما راح شو اسمه قصدي ريلي ما كان يقدر ينقذهم وقتها، مع حب واحترامي لريلي لو في احد انقذهم نعم ممكن تجي تايم سكيب ويكون مدربين مختلفين. طب من المدربين؟ منهم ما حد عادي، ما لازم يحدد، مو لازم يحدد يا زعزع، ما حد هسه قاعد تستقعد. طيب فيتو، فيتو انا اتفق في جزئيه اللي هو ممكن ممكن ان العمل ينتهي اصلا في هذا الطريق، لكن لو جينا على مبدا ان هذا فتى النبوءه وهذا الشخص المقدر، فبطبيعه الحال راح يكون في مسبب اخر عشان استكمال القصه، ما نبي ننهي القصه بهذه الطريقه. بس لو استكملنا، هل راح يكون في تدريب؟ هل راح يكون في مدربين؟ هل راح يكون في تايم سكيب؟ كما طرح السؤال السائل، طبعا انا اقول ان ريلي كفيل بايقاف كيزارو بدون استنقاص من ريلي ولا استنقاص من كيزارو. نعم ريلي وقف كيزارو وهو تعبان، لكن ريلي ما قدر يقبض على، او كيزارو ما قدر يقبض على ريلي. شكرا. مش لان ريلي اقوى، لكن يقدر يتنافس معه ويتضرب معه لمده ساعات، ممكن مده ايام. الساعات هذه كفيله ان اي شخص يجي يسحب قبعه القش اللي له فضل كبير في للقراصنه، لان ابعدهم او احماهم او اعطاهم فرصه ان القراصنه الموجودين يهربون من ادمير، مثل هروب لا ومثل هروب السسكيد، في النهاية يقدروا يهربون. الشيء اللي كان بيصير فعلا ان كيزارو كان بيقتل زورو ودخل ريلي حماهم. طيب مين الان اللي بيتدخل عشان يحميهم؟ هم مو الشخص اللي بيحميهم، هو المفروض شخص يبعدهم. فبعد ابعادهم قتال ريلي وكيزارو، المفروض بعد ابعادهم نعمل سيناريو محترم. هل راح يكون في تايم سكيب؟ نعم لوفي هنا راح يعرف ان الادميرالات في مستوى اخر، انا لو اقعد انا اناط من هنا لين بعد سنه سنتين مستحيل اوصل لهم، بيفكر بهذه الطريقه. فلذلك انا اشوف انه ممكن اودا يسير اسباب منطقيه جدا تخلي لوفي يوقف ويقول انا ابغى اتدرب مع ريلي، او ريلي يقول له انا اقترح لكم كطاقم قبعه القش ان انتم تتدربون، انا عندي مدربين لكم، لكل شخص مدرب، يرسلهم لطاقم روجر. مناسب جدا كسيناريو، والافضل ريلي يمسك لوفي لمده سنه ونص سنتين. بالعكس انا اشوف ممكن التدريب يكون افضل من تدريب مثلا اللي قاعد يصير، ممكن عنده ناس خبره اكثر من الناس اللي راحوا لهم، مثلا روبي، مثلا نامي، ممكن عنده خبره ناس افضل من الموجودين. فهذا السيناريو اللي انا اشوف. اعتذر من الله الله فيتو. الله الله منطقي والله. طولوا بالسواليف، عندهم اسلحه. أيوة راشد ما يعني نطق راح طيب انا اقول اذا نبي سيناريو مو مشكله، اول ما يدخل اذا ما في كومو مش موجود فما راح يرسلهم، فلما يدخل كيزارو اوريدي ريلي بيوقفه، عندنا سوبر نوفا كلهم موجودين، لان كيزارو هزم سوبر نوفا في الخبيث شابوندي، دام كلهم موجودين كلهم راح يقاتلون عشان ينجون، لكن كومو اقوى من الباشيفيستا الباقيين موجودين، فراح يفرق تدخلات اوريدي موجودين السوبر نوفا. كيزارو مشغول مع ريلي اوريدي موجودين باقي سوبر نوفا، فانا اشوف في طرق كثيره ممكن تصير هزيماتهم. انا اشوف لو غيرنا سيناريو راح تكون اصعب من قبل، لان قبل كما هو اللي ترى خلى هزيمتهم سهله، هو اللي بسرعه طيرهم كل واحد مكان لانه كان متعاون. لكن لو ما صار كما موجود، السوبر نوفا كلهم موجودين، ريلي على كيزارو راح يأخره، راح يقدرون يهربون
ممكن يلتقي في مكان ثاني مع ريلي، هذا اهم سيناريو ممكن يصير. فيتو ياسر ياسر عنده اخر بيت طيب السيناريو كيف راح يكون؟ طبعا كيزارو ترى يعني ما اخروه ثانيه برجله لكل واحد وطيره بس كذا بالنسبه للسوبر نوفا. سلام. ابدا احتماليه انه اخروه ما اخروه اصلا هو جلدهم اوريدي تمام، هم الحين هربوا اصلا يعني. هذا اللي صار وقتها لما كيزارو جاء عشان يكمل على طاقم قبعه القش، هنا تدخل ريلي واكيد انه ريلي باخره على ما يهرب مثلا طاقم قبعه القش على افتراض ان كوما ما جاء تمام، لان لو جاء كوما بتنتهي القصه مثلا، لو افترضنا انه مثلا ما ارسلهم على حسب ما قال صاحب السؤال وكمل كوما لانه جاي مثلا يساعد كيزارو يقتل الموجودين، هذا على افتراض انه ما راح يصير، فالمفترض ينتهي. لو افترضنا انكم مو موجود في القصه او ما موجود في هذا الحدث وهربوا مع الهاربين على قولتهم، لا لازم يكون في تايم سكيب ثاني تمام، لما فيه وقت اصلا يتدربون فيه خلال رحلتهم تمام. بالعكس اول اصطدام في العالم الجديد بيدمرهم ويطلعهم من القصه، فلا يحتاجون تايم سكيب. تتغير الشخصيات اللي دربتهم وارد تمام، لان كم في النهايه هو اللي ارسلهم الشخصيات هذه، فوارد انها تتغير الشخصيات، وبناء على ذلك ممكن حتى تتغير قدراتهم، ممكن الافضل ممكن الأسوأ، لكن على افتراض ان اودا اعطاهم تلك الشخصيات سابقا فهي كانت الافضل لهم عشان يتطوروا. فيتو اولا انا برد على نقطه ريلي اولا ايه ايه اللي قضى اسلحته على شجره وكرسي وثور وثور ايه اولا ريلي دخوله الكيزارو او على كيزارو فعلا انه انقذ زورو فقط، ولكن كيزارو لو مهتم انه يذبح الطاقم كان ذبحهم، ما راح يوقفوا ريلي، مو بانه استصغارا بريلي، لكن كيزارو بهالطريقه مستحيل هالشيء انه والله وقفه، شفناه بس قال ورط ورط وضربهم كلهم، مستحيل ايه مو باستصغر بريلي ولكن ولا استصغر ولا ايه ولا قوه كيزارو، لكن كلهم يعني قويين، لكن ما يقدر يوقف سرعه الضوء، سواه لانه كان واقف وعند زورو. هذا شيء. الشيء الثاني يا طول العمر، لو ما نقلهم كوما للاشخاص اللي هم متفقين عليهم انه بينقلهم، مثلا فرضا انه ريلي تعب مثلا ما يقدر يدرب لوفي مثلا، ولوفي عنده بيدخل العالم الجديد ولا نقلهم ولا سوى شيء كوما، لوفي بيروح القارب من جديد اللي دربه يوم هو صغير، يبي يروح يبي يركع له نفس ما ركع زورو الميهوك، يبي يقول تكفى دربا قارب طلع رجال طلع ادميرالات، فانا اشوف انه لوفي بيروح القارب من جديد وبيدربه بيطلع نفس قوه لوفي الحين او اقوى ممكن، وزورو عادي يروح الشيريو، وسانجي عادي خليه يروح ليفانكوف، لكن بشكل عام يبي تغيرون عادي تغيرون المدربين ويكونون شيء جميل عادي. بيتو يا اخي وش الفوضى هذه؟ يلا راح اللي صار تكفى والله. الاول سمعي اي والله كوبي بيس الكلام وكلام ياسر وكلام راشد على موضوع مين راح يدربهم، يعني مستحيل لوفي يروح لقارب، ما ادري اصلا من سابع مستحيلات يعني، واذا ما اتوقع بيفكر بالسيناريوهات راح يحرق كرت قارب وراح يحرق منافسه لوفي للبحريه. يا اخي وش ذا، انا مدرب كيزارو واروح اتدرب عند اللي اساس ريل طلعت قوته ولا كلمه والله ولا كلمه ولا كلمة. بالنسبة لكيزارو وهانتك للعم ريلي، يا رجل جاك كيزارو بسرعة الضوء يبي يضرب، شوف كم المسافة ظهر انها كانت 10 سنتي كذا بس بضربه بسرعة الضوء، شو وقفه جيب يستخدم سرعة الضوء طاعة 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 يبي يختفي وقفه بالهاكي، يا عمي ما قالك ملك الظلام على الفاضي ملك الهاكي الله تعدل اسمع هذا ملك الظلام الحقيقي هو ريلي، هذا المسمى صحيح. فبالنسبه لي وبالمنطق كيزارو لو كان يستطيع هزيمه ريلي او ايقاف ريلي او الذهاب لضرب احد طاقم لوفي في وجود ريلي لكان سواها من اول، ايش اضيع وقتي يا جماعه الخير، شيء صار وانتهى، لهت ريلي تعب ريلي لكن جرح كيزارو، وطول اليوم ما قدر يوقف
ريلي ولا قدر يقتل أحد وكل القراصنة هربوا. فضل مين؟ مالك الظلام الحقيقي ريلي. الله الله ريلي سحب الكيزر ولا عزائل اللي حرقوا أسلحتهم. السؤال الأخير عند ياسر بعد الباص من أخونا عبد الله F-A-L-O-U-J-I أتمنى أنت اسمك عادل يعني. يقول لك شفنا روجر واللحية البيضاء وبعض الشخصيات صار بينهم تعادل بالقتال، هل تعتقد أن لوفي سوف يدخل في قتال بالمستقبل وينتهي بالتعادل؟ ولو في مع من سوف يكون؟ طيب لا سمعت ياسر أول تكلم مع مع بعض تكلم في الحتة اللي بجنبك في لعب. لحظة لحظة شباب أنا سمعت ياسر أول. أنا سمعت إبراهيم قبل أنا شفت إبراهيم قبل سمعت شفت كلنا نشوفهم جلو اللي سمعته عشتكم مع بعض فأنتوا ين بعض شوفوا العبوا حد أنا ما كنت واثق الصراحة الوقت مقص يلا خليل الحين مرات أذكى جولدن فيتو يلا حجر ورقة مقص يلا عشان أسخنها عزه ورقه لا تعزمون واحد يجاوب يلا يلا خلينا طيب من وجهه نظر الشخصيه لا يعني اساسا لوفي احنا اكثر من مره شفناه لقم قبل حتى عن ياخذ شو اسمه انه يتعادل ويا يلقم يا يفوز اما انه يتعادل ما في تعادل رجال يتعادل زمان بيتو زين لوفي إذا لقم قبل يعني انجلد مو واحد ترى اعتبر انه تعادل بعده فاز خسر مرة وفاز مرة هذه تعادل قضينا كذا كوري يوم طاح يلا تزعل تستاهل غير كذا تعال مستقبل انا اشوف كد اوكي جميل قدام بيبدون يتعادلون خليك على كتكوري زين يا جميل كمل انطلق انا صراحه اشوفه جولدن ايش تبي انطلق شجرتنا انطلق اقلعت في طاقه داخليه من فيتو حقي كد يا عيال انا اشوف انه واحد بيصير زي روجر ووايت بيرد كذا كد ولوفي بيصيرون نفس الحاله لو يخش معهم هذول الثلاثه بيصيرون اساطير مستقبلا عادي جدا كد اصلا نظامه وش انا ابي اضرب اي احد ابي اتضارب ابي اجلد افلان وعلان بيبتلون يتقتلون قدام لوفي مستقبلا بتيجي تعادلات كثيره يمكن لوفي مستقبلا يتعب بتيجي تعادل قدامه زي ما شفنا عند روجر وايت بيرد عادي يصير في تعادلات من اي مكان مستقبلا انا اقول لازم تصير في تعادلات عشان يحلى الطعم انه يبتل النقاش بمين اقوى هذا وهذا نايس جولدن حلو كذا وصلنا لنهاية هذا الفيتو الجميل ثمان أشخاص فيه مثل ما أنتم دائما تطلبون نبيكم كلكم هذا اللي قدرنا يطلعون الباقيين معذورين ماجد ومحمد في الحفل ولا تنسون دعمكم حق التغريدات حق الشباب حساباتهم في تويتر وإنستغرام سناب شات يا جماعة الخير هلا هلا حتى بالهاشتاج ونقول لكم في الختام سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا تنسوا اشترك في القناة ضغط زر اللايك والشير ونشوفكم على خير. فريق الإثارة لا تحديد قديم شوك بيطفى الماي كل مايك بيطفى اي والله كمل خلينا نكمل بعدين طيب يا ابو سالم اصبر جماعه وقاعدين يسولفون وما ادري قاعدين والله انتوا وين يا جماعه ايش قاعدين تسوون بالضبط ايش فيكم طيب يا جماعه واحد يتكلم يا جماعه عدوا شاشاتكم يا ابو خليل ترى حصل خير لا ايوه حلوين يلا قاي نعرفه ولا طش جرب غلط ترى بيرجع له السؤال روح اي ما عليه اي جو يلا
بيجاوب بيسوي بأس. يلا رح نسيت سؤال. تستاهل تستاهل تستاهل. ما في عادة. أصبر أصبر أصبر. يتكلم السؤال عن قارب. أوكي. كأنه تورط. أم كان يتسلق الشجر، إيش كان يسوي؟ شوف الحقيقة والأشجار تتراقص. الحقيقة الحقيقة الغايبة. الحقيقة والله السؤال الغايبة. نسيت خلاص كنسل ستيل. خلاص يرجع يا شوف أنت تحذف لي ستيل صح؟ أيوة كيس إجابة. أي أوكي قارب عم بوسان. شكرا فيتو الشخص من قسم بالله.